ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وقد ارتفع رأس المال السوقي بنحو 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 2.71% ليغلق عند مستوى 10705 نقاط، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و65 قرشا للشراء و15 جنيه و78 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيه و23 قرشا للشراء و17 جنيه و38 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه و50 قرشا للشراء و20 جنيه و67 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع.